قصنا الثقافة يعني عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفازة، لتوعية الناس، ولا تعجبوني الناس ديال طنجة تيطبقوا هذه المسألة. برافو عليهم، تيكون هو يعني تيكون جايب واحد السرعة، تيشوف حتى تيرتلك تيقسم السرعة تيخليك تدوز. وكذلك الراجلين خصهم يحترموا الإشارات الضوئية، حيت بعض الأحيان تيكون عنده العطال الخضر عند السيارة أو من الدراجة، وصاحب الاجيري تيبغي يسحب واش عنده، يطلع على انه راه عنده الحق، هو ما عندوش حق لانه الضوء الاحمر راه شاعل عنده. يعني كلا الطرفين خصو يحترموا سميتو الطرق، والله اعلم. في الحقيقه كاين دابا على حساب السلطات اللي اللي دايره هاد ترصيم الممرات، كاين بعض المواطنين اللي هما تحترموا الممر الرجلي، وكاين بعض الاخرين ما كيحترموش. علاش؟ لان ما كانش مازال الثقافه ما سائداش. خص بالحقيقه ان الناس يتعلموا شي شويه. هذا هو الدور تاع الجمعيات والدور تاع المدارس، يعني خص تلقين هذه الثقافه، هذا تاع احترام الممر الرجلي. شكرا. واحد فكرة اخي، يعني الثقافه ديال بزاف الحوايج ناقصه، خصوصا هذه ديال الممر الرجلي. لا اللي كيسوق لا اللي كيقطع، اللي كيقطع كيكون شاعل الخضر وتيبغي يقطع، ماشي تيوقف زعما وبعض الناس اللي كيسوقوا كنقولوا تيحرق الضوء الحمر او ما كيعطيش الاسبقيه للراجل. وكاين بعض الناس كيسحب لهم الراجلين عنده الاسبقيه في اي وقت، هادو راه عندهم كاين بلاصه اللي كاينش تلتزم بالضوء، وكاين اللي ما كيكونش الضوء خصك تلتزم يعني بالممر. هو هادشي اللي كاين اختي، وكاين كنعرفها على حسب بنادم والبيئه فين عايش. كاين اللي يقدر يبان له بحال كما مرة جينا باش بان طوموبيله غاده وكذا، وما يحتارمش الوقت اللي خاصو يخطر. كاين اللي كيحسب داك لاكسون كله وكيحسبو، كاين اللي تيحسبو راه يعني الاخر تجبر زعما باش يدوز، وكاين اللي كيحسبو كانه احترام وباش نبهو، راه كله بنادم ما مساويش. شنو الرساله اللي تبغي تقول لهم؟ نبغي نقول لي بالنسبه للطوموبيلات يديروا بحساب الناس اللي قاطعين، والناس اللي قاطعين يردوا بالهم من الطوموبيلات شويه غاده. احترام الراجلين، احترام السيارات للراجلين ما كاينش، ماشي نقولوا الكل ولكن الجل 90% ما كيحترموش الراجلين اللي كيدوزوا. هذا الشيء انا لاحظته في طنجه، في تطوان، اللي كنمشي لطنجه وتطوان تندوز توقفوا حتى تندوز في الممر الراجلين، ولكن حنا عندنا بعض الاخطاء الراجلين تما عندهم تيكون الممر تيكون عندهم الضوء خضر وكندوزوا هنايا، هذا خطا من الراجلين. هذاك الكلاكسون منبه ازعاج للماره والعمارات اللي كانوا في العمارات، ولا كان قرب العمارات، او الناس اللي حدا الباعه اللي حدا هذاك، ماشي الراجلين الكل. المنبه ما كيكونش الا حاله خطر، عاد تيكون منبه. اما واحد غادي يقطع دير ليه الكلاكسون منبه، لا يعقل. هو اختي راه ماشي المغاربه ولا المواطن اللي ما كيحترمش ممر الراجلين، بل بالفعل حتى السائقين اللي كيسوق شي دراجه ناريه اللي كيبغي يطير فيها بالسماء، كيشوفك انت ان فوا انت قاطع من ممر الراجلين ومحترمه، كيجي هو مكسيري باش انه يضربك، مع العلم انه لا قاسك راه كتولي انه كيتابع، كيولي في طلع وهبط. هو حنا كنحييو الناس ديال طنجه، الناس الشمال تطوان طنجه، على الثقافه اللي عطاهم ربي اللي جابوها من الغرب، العكس ديالنا حنايا اللي ما جبنا حتى شي ثقافه من هذوك الناس. يعني حنايا اما اكسبري كتقطع فاش يكون هو جاي، ولا هو كيشوفك انت جاي ومحترم القانون، هو بالعاني كيبغي يضربك. كنطلبوا من الله يهدي المواطنين جميعا.